هل يجوز ترك عمل فاضل مثل نشر العلم للتركيز في طلب العلم؟ اي والله هذا اللي محتاجين له. كتبت الانترنت، يحزن القلب والله لما نرى في الانترنت من اعجاب كل انسان بعلمه الا ما رحم الله. يكثرون من الكتابة ولا علم، همه فقط قص ولزق، وفلان ابو فلان. ما تجده ربما قرأ الشيء الذي صنع منه القص واللزق. لو سألته فيه يقول والله ما أدري. طيب ليش نقلته للناس؟ هذا نخاف عليك من الرياء فيه، أنه يكون لك اسم فقط أبو فلان. لابد أنت تثقف في الشيء الذي تنقله أولا، تحكمه، ويكون لك منهج في طلب العلم 10 ساعات في اليوم. أما فقط أمام الشاشة قص لزق وتقليب مواضيع، وين منهج؟ هل قرأت كتاب السنة كامل البغوي، شرح السنة البغوي، زاد المعاد من أول إلى آخر، منهج في الطلب، كتاب التوحيد شروحاته؟ صار بعضهم ساعات أمام الشبكة ينتقل من موقع لموقع، من موقع لموقع، يسمى إن صح التعبير علم التناتيش. ينتش من هنا معلومة ومن هنا معلومة، ما عنده منهج يصير عليه. ثم بعد ذلك ما يراه إلا عالم، ربما يبدأ يجرح، فلان مبتدع ضال حزبي. يا أخي كيف كيف هذا؟ ماني فاهم كيف. والله كلمتهم في فرنسا، يعني للأسف في أوروبا انتشر بينهم هذا الشيطان، ضحك عليهم في أن السلفية لابد من جرح. الإمام أحمد جرح، تبي السلفي لازم تجرح. كأنه هذا تجد الصغار ما يعرفون أحكام الطهارة، ويشتغلون في المجلس في التبديع والحكم بالحزبية والحكم، وما درسوا. أحدهم والله أجزم لو سألته إذا نويت نية في الوضوء، إذا نويت الوضوء تنوي نية مجملة أو نية لكل عضو، عضو اليد، عضو الوجه، أو نية مجملة عند الدخول في الوضوء، حتى لو سرحت يجزئك. يقول والله ما أدري. يا أخي ما تدري أول مسائل الطهارة؟ تبدع كيف هذا؟ مسألة التبديع مسألة اجتهادية يقدر عليها العلماء، اتركها للعلماء وانصرف. الشيطان يريد أن يشغلكم بهالمسألة عن تعلم العلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أو كما قال. هذا ينفعك الآن؟ ما تعرف أحكام الطهارة وتتكلم في تبديع؟ والله يضرك، هذا يضرك ولا ينفعك. انتبه من الشيطان، له واديان، غلو والتقصير. رأيك مقبل على منهج السلف يجعلك تغلو فيه، جرح من لا يستحق الجرح، من كثرة الكتابة بغير علم، من المهم يصرفك عن العلم. انتبه منه، يجعل لك وقت تطلب فيه العلم. ثم إذا تأهلت ابدأ اكتب. الآن بعضهم ما تأهل ويبدأ يكتب ويعلق، عانينا منهم. قررنا في بعض الأحيان أن نكتب في بعض المواقع، بعد ما يتعب الإنسان نفسه ويذكر قول لعله يراه مفيد، يأتي إنسان ما يعرف والله منه، فقط كنية، كنية ما تعرف وش. العقرب الأسود، البقباق، ليش هذا؟ اظهر اسمك يا أخي. ثم يعلق تعليق سخيف، يهدر بجهد علمي، كلمة واحدة، فيك نفس فلان، أنت فيك كذا، ما هو علم ولا شيء، كذا كأنه حلبة مصارعة أو مباراة رياضية. أي نعم. فلا يكتب في الانترنت إلا ذو العلم، الآخرون نقله فقط كما هو منهجنا في المجلة. ممنوع عندنا في المجلة مثل معرفة السنن والآثار أن يأتي واحد يتشبع ما لم يعطى. أول ما يفعل ذلك ترانا مباشرة نعزره بالكلام. إذا بدأ يكتب والتحقيق في هذا القول كذا وكذا، نحن نعرفه أنه ليس من أهل التحقيق، نقول هذا يضرك يا فلان. ليش؟ لأن الناس يبدون يستفتونك وأنت هذا مو كلامك. وهكذا كما جلتنا مثلا نصلح هذا بفضل الله أن تكون نموذج، بأنه لا يكتب إلا من ينقل عن العلماء حتى إذا تأهل
وكان له ملكة وقوة في الترجيح، رجح وبين بعد ثناء العلماء عليه الكبار ووصفه أنه من ذوي العلم والمعرفة، أو له بحوث استفاد منها العلماء واطمأنوا لعلمه، ذيك الساعة يبين أحكام الله من تلقاء نفسه. أما ما دون ذلك فهو ناقل عن ابن تيمية، ناقل عن كذا، ما يصلح كذا يعلق على ذوي العلم ويقعد قمص شخصية العلماء يقعد يعلق كما نرى في بعض المنتديات الكبيرة، وإن كانت تنتسب منهج السلف، لكن فاتح الباب على الغالب. كل يكتب تجد ينتقدون ناس من أهل العلم وهم ما يعرف أسماءهم في العلم ولا أحد زكاهم من العلماء، فتجد يهجم على ذوي العلم الذين أثنوا عليهم العلماء وكذا، يهجم بمقال عليهم مقال ما يعرف ما هو، لأنه مغرور بنفسه، غروره أنه ما دام أنه أهل الكتابة في ذاك معناه أنه من أهل العلم. لا يا أخي، أصلا المشرف ما يكون عالم أحيانا، فقط واسط فلان وفلان دخله ويبدأ يكتب، هذا مو معناه أنك تكتب كما تشاء، لابد أن تكتب بعلم ولا تكثر من ذلك حتى لا تنصرف عن العلم. قلل يا أخي من الجلسة أمام الشبكة واطلب العلم عند الشيوخ، تواضع لله. والبعض صار لمن يكتب حصل له غرور نفسي، تسأله كم درس تحضر في اليوم في الشبكة العالمية؟ يكاد لا درس إلا ربما درس واحد. لما؟ اعتد بنفسه، ما دام صرت أكتب فأنا العالم، ما أحتاج أن أجلس، هذا أمر نفسي. أشار له عمر بن الخطاب تميم الدارية وغيره، كان يقول له دعني أجلس للناس أقص وأعلم، قال لا تفعل، ويراوده لا تفعل. ثم صدمه بالحقيقة، صدمه بحقيقة، قال أخشى أن تحدثهم وتحدثهم حتى ترى نفسك منهم منفذ الثرى، الثريا من الثرى، فيطؤونك من القيام بأقدامهم. فهذا أمر حقيقة نفسي، إذا اعتاد الإنسان أن يعلم 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 ولا يتعلم، فإنه يرى نفسه بمنزلة بحيث أنه لا يطلب العلم. هذا كلامنا في من؟ في كلام في من لم يطلب العلم كمثل هؤلاء الآن، فقط اشتغل بالكتابة حتى رأى نفسه بمنزلة بحيث أنه لا يسمع علم، فتجده لا يحضر دروس ولا شيء، يقول أنا بدأت أكتب. وش بدأت تكتب يعني؟ تكتب إيش؟ هل صرت ممن يستمع لقولك؟ من أثنى عليك من كبار العلماء حتى نطمئن لعلمك؟ نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.